صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في كثير من الأعراس يوجد فيها تصوير، فهل نجيبه أم ننكر بالقلب ونحضر؟ إذا علمتم أن فيها تصوير أو غلب على ظنكم فيها تصوير، فإن كان في حضوركم منع للتصوير فاحضروا، يجب عليكم الحضور لأجل إجابة الدعوة ولأجل إنكار المنكر. أما إذا كنتم لا تؤثرون فيهم وسيستمرون في التصوير فلا تحضروا، لا تحضروا ما فيه منكر وأنتم لا تقدرون على إزالته. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وبالمناسبة يعني تعين على طلبة العلم أنهم ينصحون الناس عن هذه الأمور، ينصحونهم عن التصوير في الحفلات وترك النساء والسفهاء يعبثون يصورون، وهذا يرجع إلى القائم على الحفل، هو المسؤول عن هذا وهذا في ذمته. يجب أن أول شيء أنه ما يخلي المسألة فوضى ويكثر من الناس ويكثر من الغوغة والصبيان، بل تكون الدعوة محددة لأشخاص عقلاء، رجال عقلاء، تكون الدعوة لهذه الصفة فوضى، يفتح الباب من هب ودب ولا تضبط الأمور، بل على من يقيم الوليمة أنه يعتني بها وأنه يحدد المدعوين ويمنع السفهاء. نعم.